يا أخي هذا يقول ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة، هل تقوم الحجة على من خالفه؟ نعم، ما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب التوحيد، وتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذه معلومة من الدين بالضرورة واضحة، يعرفها العام والمتعلم. حرمت عليكم الميتة ولا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه أمور واضحة، تقوم الحجة بمجرد ما يسمع الآيات تقوم عليه الحجة.